مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. نحن الآن متواجدون بين هذه الخيام، حيث الكثير والكثير من الحكاية التي يمكن أن تبكي بالفعل عندما تستمع إليها. 10 أشهر وأكثر وعائلة كاملة لا تعرف أي معلومة عن ابنها المفقود، بمعنى لا تعرف إن كان على قيد الحياة، لا تعرف إن كان أسير، لا تعرف إن كان شهيد من ضمن الشهداء مجهولي الهوية، لا تعرف أي معلومة. كيف عاشت 10 أشهر كاملة وأكثر مع هذا الألم؟ نتعرف أكثر مع السيدة بثينة. يعطيك العافية. الله يعافيك. كيف حالك؟ قول الحمد لله. ابنك مفقود من 10 شهور. صحيح. احكي لنا كيف انفقد، شو القصة؟ والله ابني أنا كان سواق على الخط، يوصل من خان يونس لرفح، رفح خان يونس. في يوم طلع حوالي أجله نقلة الساعة 11 في الليل، وطلع يجيبها من مواسي رفح لحتى الآن. كان يوم سبت 13/1 لحتى الآن ما رجع. وأنا طول الوقت ما خليت مكان إلا دورت عليه فيه، بين المستشفيات أجري على مستشفى النجار، كنت دايما أشوف شهداء مفقودين يقولوا في مفقودين أروح مستشفى خان يونس. بين الطخ كان في قصف في مستشفى خان يونس، كنت أروح أشوف الشهداء أدور عليهم. أيامت ما خلص اجتياح خان يونس ال4 شهور طلعوا شهداء من تحت الردم ومن تحت الرد، رحت قعدت مع الشباب أنا وياه وقعدت أدور على ابني. قالوا بنتعرف من ناحية الأواعي، من ناحية البوت، لابس ساعة حاجة. ما لقيتش إله أي أثر، ما لقيتش أي أثر إله. بناشد كل العالم بس أحسن معلوم، بس أشوفه حي عايش ميت. أنا 10 شهور في عذاب، والله 10 شهور. إيش اللي بيصير معك؟ والله لا بنام ولا أولاده أحفاده صغار، كمان عنده ولد وبنت صغار، دايما يا بابا يا بابا وين بابا، ونقول لهم راح سافر عشاء، لازم نقول لهم يعني لا إله إلا الله. كنتش متخيلة أنه لا سمح الله ممكن يصير معكم ما كنتش متخيلة. أنا جوز استشهد كمان، أنا جوز استشهد 28/1 كمان استشهد، يعني ابني وزوجي في نفس الشهر. مصيبة كبيرة كانت علي، يعني منيح اللي أنا أصلا واقفة على رجلي. مصيبة كبيرة جدا، جوزي 28/1 استشهد وابني فقد في 13/1، كانت مصيبة كبيرة علي في شهر واحد. وهي اللي كمان ولد استشهد في 15/9 جديد، يعني وله ولدين وله بنت. يعني والله العظيم أنا بالنسبة إلي الحرب دمرتني، 4 دور راحت لي، كانت يعني أنا إلي 4 دور راحت لي، لأولادي 3 كل واحد دار وإلي دار، كانت 4 دور راحت لي كمان. يعني أنا بالحرب هذه دمرتني بالمرة اندمرت. كان إلك 4 بيوت وكلهم انقصفوا، كلهم انقصفوا، كلهم لا تجرفوا كمان. أنا ساكن على محور دلفيا، على الحدود، على حدود رفح جنب المعبر، غرب العبور كنت أنا ساكنة. كل ال4 دور اتدمرن إلي. أنا الحين مش حاصلة على خيمة كويسة أصلاً، لحتى الآن خيمة كويسة مش حاصلة عليها. كان لك 4 بيوت ولما نزحتي ما لقيتي إلا هذا المكان تعيشي. خيمة كويسة ماليش، هذا الخيمة لابني، هاي خيمة أنا. هيها. اقترب من خيمة السيدة. هذه هي خيمتك؟ تفضلي معنا بعد إذنك. اشرحي لنا أكثر بعد إذنك، إيش كيف الوضع؟ إيش بتعملي هنا في هذه الخيمة؟ نطبخ بنجلي، بنام هنا لما تكون بارد كتير، بنام في يعني يكون شوب هنا، أما لما يكون بارد بنام هنا. يعني إحنا وضعنا بالمرة، كان أولادي يصرف علي وما كانش إلنا راتب، يعني ما كانش إلنا راتب ثابت، يعني كان جوزي بيشتغل وكان أولاده يشتغلوا وش اسمه، اللهم صل على سيدنا محمد، وهم يصرفوا علينا بس إحنا فقدناهم الحين. وكل واحد الله يا ربي يرجع كل عين رجعها ان شاء الله، كل واحد يا ربي يرجع. كان عندك زوجك واستشهد، كان ابنك وانفقد. ابني وانفقد، كانوا بيصرفوا على الدار وكنا عايشين بامان والحمد لله، كنا كويسين وعيش كويسه. لكن الحين الوضع سيء بالمره، زاد سوء جدا عن جد. وشايف حال الدنيا كيف صعب، صعب الدنيا علينا صعبه كثير. بالنسبه لي انا ست كبيره، يعني فيش الي اي مساعده بالنسبة إلى ست كبير، ما لا حد، بس ما عنديش أطفال، كل المساعدات لأطفال الشهداء الحرب. يعني أما أنا ست كبير ما حدش بيساعدني عن جد. 10 شهور مرت عليك من أول الحرب وأنت بتسألي وبتدوري وبتحاولي تحصلي على أي معلومة على ابنك، كيف مرت عليك هاي 10 شهور؟ والله في دمار وعذاب
ودموع وطول النوم في الشيء، ما بعرفش انام. انا من الساعه 3 الصبح وانا صاحي لحتى الان النوم ما بعرفش. شوف عيني بتورم مكيف من كثر ما قلت النوم، وبروح بدور برضه. والله ما قعدت يوم، ما قعدتش يوم الا ادور. يوم المستشفى المفقودين اللي نزلوهم 80 واحد قالوا، رحت دورت عليه، بعت ابني كمان دور عليه. يوم ال 80 اللي نزلوه قلت يمكن منهم من ضمنهم، يعني انا الواحد مش متاكد. كل معلومه بسيطه بتوصلك عن اي جثمان مفقود الهويه ايش زي هيك على طول؟ على طول بجري، على طول، والله ما بقعد، على طول بجري. لك 10 شهور على هذا الحال؟ 10 شهور على هالحال، 10 شهور. لو قالوا لي في غزه وبتقدر تمرق اروح، لو قالوا لي في غزه وبتقدر تمرق اروح على غزه، وين ما بدي ابني هذا مهجد قلبي. معي التاني كمان الصغير فقدته، استشهد الصغير، استشهد في 15 تسعة جديد، لسه مستشهد له شهر وعشرة ايام الحين. قشر الي ولدين ومرته حامل كمان. شو نفسك يا خالتي عن خصوص ابنك اللي انفقد؟ نعم نفسي يرجع، والله نفسي اكحل عيني في رؤيته، نفسي يرجع، والله نفسي يرجع لي. ما هي اللي راح بكفي، نفسي يرجع لي يا رب. ربنا يطمن قلبك، كان الله في عونكم يعني عن هذا الطفل. كيف حالك؟ الحمد لله. انت ابن عمك اللي مفقود، ايش بتتذكر عنه؟ والله هي انه ما كان بهذا بالضاي الا ما طلع راح يوصل توصيله السيارة يعني. نرجع تاني ما يجعش له كتير، ما يجعش. قعدنا عمتي قاعدة تدوي هنا وهنا وهنا، واقسم بالله ما احنا قادرين، احنا التانيين مش قادرين. ابن عمي مفتقد، ايش ابن عمتي مش قادرين نتحمل. وكمان عايشين والله بالبضيوم انه زيبه بعيشين بالزباله. انا شايفه كيف، شوفي من هذا البعوض قايف من البعوض. اولاد الشاب المفقود، انت حكيت لنا انت دائما بتلعب معاهم، بلعب معهم. ايش كل يوم بيسالوا عن والدهم، ايش بصير معاهم؟ مش دائما يعني، اما يجي ينام وين بابا؟ ليش ما يجي ينام معنا؟ هذا ما يجيب لنا حاجات كذا، بقعدوا يسالوا عنه كثير. بحكوا لك انت، طب انت ايش بتعمل في هذه الحاله؟ والله ما فيش بدنا حاجة نعملها، بقعد ألعب معهم. اللي بقدر أعمله عملته، قعدت ألعب معهم، اللي أعمل لهم إياه أنا ألعب معهم وأسوي لهم وأقعد معهم. الله يكون في عونكم. خالته وين صورة ابنك المفقود موجودة معك؟ معي بالجوال. يعني هو واقع صعب تعيشه هذه السيدة مشاهدينا الكرام التي لم تنفك تبحث عن ابنها المفقود منذ قرابة العشرة أشهر، وهي كل ما تسمع معلومة يعني تحضر وتهرع لكي تبحث عن أي معلومة عنها. متأملة خير إن شاء الله؟ إن شاء الله، والله متأملة خير إن شاء الله، ربنا يرجع لي بالسلام يا رب. والله متأملة خير. هاي صورة ابني. يعني هذا ابنك ايام ما انفقد؟ ابن ايام ما انفقد، هذا ابني محمد علي ابراهيم اسماعيل. شو نفسك احكي لنا؟ والله نفسي يرجع لي، والله نفسي يرجع لي، ونفسي اعيش. امبارح قعدت بقول يا رب وين الدار راحت؟ وين راحت الدار؟ الواحد يعني انا ست كبيره وخيمه قاعد وسقعه الدنيا، امبارح كان في ريح وزوابع، قلنا يمكن تمطر الدنيا، بقول وين الدار راحت؟ خيمه كويسه مش حقلين عليها، يا رب احنا طلعنا كان الصواريخ في جروسنا، احنا اول ناس طلعنا، كان هددونا، رموا علينا مناشير من الصبح وما استنوش علينا ناخذ حاجه، ما استنوش على صاروا الصواريخ في جروسنا يرجعوا من رفح. احنا على المعبر ساكنين كنا، ولسه ما وصلناش اخر هذا، كانوا قاصفين الدار تبعتنا، ما لحقناش ناخذ اشي معانا ولا حاجه قريبة. ولا اشي اخذنا ولا اشي.
دارنا مليانة والله، 4 دور غسلت وتلجت، وكنا عايشين عيشة كويسة، كنا عايشين عيشة محترمة مش زي الحين بالمرة. الحين بالمرة حياتنا مدمرة عن جد، والله حياتنا مدمرة. كان الله في عونكم أختي، ربنا يصبركم إن شاء الله، ربنا يطمن قلبك على ابنك المفقود. إذا كما نتابع مشاهدينا الكرام، هي يعني حالة من مئات من عشرات الآلاف. عندما نتحدث عن هذه السيدة بثينة وعن ابنها محمد إسماعيل المفقود، لا نتحدث عنها فقط، إنما نتحدث عن 10,000 مفقود في قطاع غزة منذ عام وأكثر على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. 10,000 مفقود، عائلاتهم يوميا تبحث عنهم بشكل دائم، لا يوجد أي معلومة عن هؤلاء المفقودين، سواء كانوا أسرى لدى سجون الاحتلال غير معروف، إذا كانوا جثامين لا سمح الله مجهولة الهوية أيضا غير معروف، إذا كانوا على قيد الحياة أم لا غير معروف. هذا ألم كبير تعيش به 10,000 من العائلات التي فقد أبنائها في هذه الحرب الإسرائيلية. 10,000 مفقود، عائلاتهم تبكي ليل نهار وهي تسأل، ولكن للأسف لا مجيب. هذه نهاية جولتنا، كنت معكم أنا علاء أبو معمر لقناة الجزيرة مباشر، خان يونس، فلسطين.